حنكون بضمن فقرتنا اليوم باتصال عن طريق الهاتف لنعرف اليوم أهلينا بحلب كيفهم. ضيفنا اليوم هو الأستاذ محمد منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق زفير. نحكي أكثر عن المبادرة، نحكي عن الخدمات والفعاليات اللي عم تقوم فيها هي المبادرة. صباح الخير أستاذ. صباحك. صباح الورد. صباح الخير. صباح النور. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله إحنا منيحين. حلب كيفة؟ حلب برد. بس بنسمع صوتكم نحن. أكيد أكيد. نعم، اسمعك أستاذ. يسعد صباحك أستاذ مرة تانية، وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي اليوم بالبداية، قبل ما نبدأ بالتفاصيل، خبرنا اليوم عن بالبداية عن تجربتك مع التطوع. قديش هي تجربة كتير مهمة وشو قدمت لك بهي الظروف خاصة؟ هلا أول شيء بالبداية بقول أنا كل عام كل متطوع بألف خير بمناسبة يوم التطوع العالمي. يوم التطوع العالمي هو بصراحة مناسبة كتير حلوة، كان في شهر ديسمبر خصصته الأمم المتحدة بعام 1995 مشان تقدير المتطوعين الأفضل. نحن بصراحة جيل واعي، حابين نعمل شيء على الأرض. نحن صرنا ثلاث سنوات تقريبا، بحدود الثلاث سنوات صرنا بحلب. اشتغلنا فترة الجائحة، كانت الجائحة كانت كثير لها تأثير سلبي وإيجابي نفس الوقت. الشيء الحلو إني نحن كنا موجودين، وكان في عندي مجموعة ناس أنا ما بعرفهم يتطوعوا مشان يساعدوا الناس المرضى. يعني تصوري بلحظات معينه ما كان في حدا يقدر شيء، كان طلاب الجامعه يجوا لعنا يساعدونا، يقدموا لنا مساعداتهم، يقدموا لنا هالخدمات هي. فكثير حلو نزلوا هذا الشيء نحن ونعمل هذا الشيء بفتره من فترات، ونعمل شيء حلو للجيل اللي هو مثلا هذا الجيل الطالع، نزرع فيه اسمها بذره التطوع، نزرع فيه موضوع الخير. نعم. أستاذ منتصر، خلينا نحكي أكثر عن فعالياتكم، وخلينا نحكي عن مفهوم التطوع. نشوف ناس اليوم موجودة على الأرض وعم تشتغل من قلبها، عم تقدم من قلبها، وبالضفة الثانية عم نشوف ناس باسم التطوع عم يكون في أشياء ثانية. خلينا نحكي عن الفرق بين الوقت بيكون عن جد إحساسك نابع من التطوع وحب المجتمع، وعن المظاهر. على فكرة التطوع هو، خلينا نقول يوم التطوع نحن مو نحن يوم واحد، تطوع بأي لحظة بأي وقت بأي توقيت. خلينا نقول احنا عمل التطوع هو يهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية شعور الإحساس بالمسؤولية وعطاء الخبرة واكتشاف الخبراء والمواهب. كما حث الإسلام عنا على التطوع في مواهب مواضيع كثيرة، قال الله تعالى في كتابه الكريم: فتطوع خيرا فهو خيرا له، صدق الله العظيم. خلينا نقول احنا إن نحن قادرين نعمل شيء، قادرين نحن نكون موجودين، لأني بصراحة العمل عمل الخير او عمل تطوعي ببين راسا بعدة شغلات. يعني ما فيك تقولي مثلا انت فتره من فترات اني هذا الشيء يعني ما عملوا نحن التظاهر، لا، هذا الشيء خلينا نقول نحن اني هذا الشيء نابع من جواتنا، نابع من ذاتنا نحن. فنحن كنا شغالين، كان فتره من فترات كنا موجودين بفتره موضوع جائحه كورونا، انتقلنا لموضوع مثل زم داون، وحاليا نحن عم نشتغل على موضوع شيء اسمه لازم داون، ادخالهم سوق العمل. هذا الشيء كثير ضروري، لاني هن بصراحه ناس عندهم قدرات وعندهم امكانيات كثيره، فليش ما نضوي عليهم نحن؟ فهذا الشيء ان شاء الله مطلوب منا نحن خلال فتره قصيره رح نكون موجودين بسوق خيري، رح يكون اوبن داي لمده يومين بامن السوريه للتنميه، بمجموعه اطفال، بمجموعه ناس موجودين. وتامل يا رب يكون احنا هذا الشيء بكون يسهل المحبه ويسهل الحب. أكيد. خلينا نحكي أستاذ منتصر عن مشاريعكم المستقبلية، وقديش نسبة التطوع يمكن عم بتزيد، لأنه بداية الأزمة كانت أكيد حالات كتير تطوع كنا نشوفها، اليوم كيف عم بتشوف؟ هل هي ما زالت زادت هي النسبة؟ قال لك شغلة، أكيد أكيد أي حدا عنده حب الخير بحب يعمل شيء للبلد، بيعمل شيء لذاته وبالذات. موجود هذا الشيء عندي، وبالعكس هذا الشيء عم بزيد أكثر وأكثر. موجود لاني نحن بحب بلدنا، بحب نحن نطور بهالمجال بالذات. اما مشاريعنا نحن في مشاريعنا كثير متعدده بصراحه. مثل ما ذكرت لك قبل شوي، موضوع نحن السوق الخيري رح يكون خلال فتره ايام معينه، وان شاء الله تكونوا معنا اذا الله راد. رح يكون سوق خيري لازم الداون، ورح يكونوا هن موجودين، هن يبيعوا بالذات. وفي مفاجاه انا ما بحب احكيها، بس خلينا هيك اعطيها كرؤوس اقلام عنا. هلا في عنا طفلين مثل لازم دخلوا بسوق العمل، وعم بيشتغلوا بمول بالمولات حلب، ورح يكونوا موجودين هن، وهن عندهم قدره يعملوا شيء بصراحه. هي واحد. ثاني شغله والاهم، حب الخير موجود ببلدنا.
هذا الشيء موجود عندنا، موجود ب ب ب ب عندنا عندنا موجود، فليش ما نطوره نحن؟ ليش ما نحن نستثمره اكثر واكثر؟ فان شاء الله ان شاء الله يا رب نعطي اكثر واكثر ونكون موجودين معكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله وكل التوفيق لكم استاذ منتصر كيالي مؤسس مبادره شهيق زفير، بنتمنى لكم كل التوفيق واكيد ناطرين كل جديد لكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا، صباح الخير. شكرا وتحياتنا لكل الفريق واكيد لاهالينا بحلب، يسعد صباحك.